والله ربنا أراد بهذا لخير، وإن شاء الله ربنا الخير ويعودنا. رغم من الصعب أن أحلم بالخرطوم. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى، أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا. بلدي وبحبك شديد، بلدي وبحبك أنا. بسبب الحروب يحدث هناك إخفاقات كبيرة وفجوات كبيرة في موضوع التعليم، ولا سيما في الأطفال واليافعين وطلبة الثانوي العالي. فهذه المراحل الآن في السودان إخواننا متوقفة، لا سيما في الخرطوم يعني وفي كثير من الأماكن الأخرى. وهذا التوقف ما هو بس من بداية الحرب، هو من قبل الحرب بفترة طويلة، يعني عدد من السنين. هذه المرحلة الفترة الزمنية الطويلة أدت إلى خروج أعداد كبيرة جدا من الطلبة والتلاميذ عن الخط العام للتعليم. هؤلاء الأطفال يعني نحن نتوقع أنه عدد كبير منهم لا يستطيع العودة مرة أخرى إلى حقل التعليم، وهذه كارثة. وصلنا كسلة واجتمعنا هنا في مركز الإيواء مع هذه الأسر الكريمة اللي يفوق عددها 160 أسرة. أنا حقيقة فكرت في الكم الهائل بتاع الأطفال الموجودين مع أسرهم واللي حرمتهم الحرب اللعينة من التعليم، فكان لابد انه احنا او انا افكر جادي مع الاخوان انه احنا لازم نعمل شيء تعليمي لهؤلاء الاولاد. الحمد لله حمد الشاكرين المعترفين بعلاقة النعيم الجدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. وأصلي وأسلم على حامل اللواء العز من بني لؤي صاحب التوب المنيب المذكور في التوراة والإنجيل، القائل فيه القائل: وأجمل منك لم تركته عيني، وأحسن منك لم تلده النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. يا حبيبي يا رسول الله، يا كنز العطاء، ويا روح المسافرون. مع الحرب احنا نزحنا اول يوم في عيد الفطر المبارك، نزحنا جينا مدني، ففي مدني اخذنا شهر ورجعنا الخرطوم. وبعد ما رجعنا الخرطوم كانت الحرب اشتدت مع ضربة اليرموك، جينا رجعنا تاني مدني اخذنا فيها اسبوعين، وجينا كسلة هنا 4 ذي الحجة. الفكرة ببساطة هو عبارة عن ايجاد اماكن داخل الاماكن النزوح
لتعليم الناس في المراحل المختلفة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية. هذه المراحل الأساسية كان لابد من ذلك. وفعلا أنا بخبرتي الحمد لله في التعليم جلست وخططت لتعليم من الروضة، مرحلة الأساس، المرحلة الثانوية، تعليم الكبار، الخلوة. وده كان مجال يعني مهم جدا جدا بالنسبة لنا نحن، لأنه في كثير من الأخوات يعني هم ما نالوا حظ من التعليم ويبقى بيكون عندهم فراغ كبير جدا هنا، ما لاقين حاجة تملى وقتهم. نحن دي يعني طاقة بشرية، نحن دارين هيئة للمستقبل بتاع ما بعد الحرب. جيت أنا بالذات، يعني جيت لكن ما لقيت لي ملجأ إلا سبحان الله إنه أخش في الخلوة، أتعلم القرآن عشان ألقى الطمأنينة. الحمد لله قريت الأحقاف ما شاء الله كلها، وشينا الزاريات الحمد لله، وغسمعة وتبارك وعمة مع بتدي مروة ما شاء الله تبارك الله، انت كملت معها الجزء الله يديها العافية ويجعل لها ميزان حسنات. يعني الواحد بدل الفراغ والبكاء والدموع والهم وانا لا بيكون في يقين، لكن هسه بالرغم جات ضربات قبل 2-3 شالت القلب تاني، الواحد رجع للخرطوم تاني. يعني داري جات ضربات بترجع الخرطوم تجيبك راجع، لكن الحمد لله والله القاعدة تخاوين. عندي البنات ما شاء الله، دي البناتي، عندي الأخوات دي الأخواتي ما شاء الله، والله قعدتنا حلوة شديد والله العظيم، واستفدنا منها الحمد لله وبشكر الله. أيوة عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، والحمد لله يعني وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى بدينا أول طابور صباحي في شهر 9 في داخل الإيواء، وقدرنا يعني نجمع هؤلاء الأطفال ونديهم الإحساس بالمدرسة والشغل بتاع المدرسة، ونطلعهم من الحالة النفسية السيئة اللي كانوا جايين بها من المناطق بتاعة الحرب للمركز بتاع الإيواء. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة، قلنا أي جملة إحنا بنجيبها بتاعت فعل، أي فعل ماله ليه على الجملة دي. طبعاً الوضع كان الحال من المحال، أطفال في وضع اضطرابات والحريب أثرت فيهم تأثير شديد، فكانوا يفتقروا على أنهم يضمونهم لبرنامج تعليمي أو يعني برنامج بسيط ينظم لهم الوقت بتاعهم وكده. فقمنا نحن كمجموعة نسائية أو مجموعة معلمات جمعنا أطفالنا ديل وبدأنا نقدم لهم برنامج بسيط جداً اللي هو نجيب اللعب، نجيب لهم أوراق حتى يعني يتمكنوا انهم يرسموا لنا ويلونوا الرسم، حتى الرسومات اللي كانوا بيرسموها بتعبر عن حاله. هذا مشروع يا اخوان نحن بدينا فيه، ونطلب من كل المنظمات العامل في اتجاه أن تقوم بهذا العمل. قدرنا الحمد لله يعني نعمل عمل ممتاز جدا جدا في كل الاتجاهات التربوية. الحرب قد تهدم كل البنية التحتية وترجع تاني الناس بتعيد يعني بناء، لكن بناء الإنسان صعب، فلازم المسألتين إلزاما في وقت واحد. يعني لا بد يكون في شغل في الجانب الإنساني، وده مهم جدا جدا خاصة لأطفالنا ولأمهاتنا. الآن الحمد لله نحن يعني عندنا قرابة 150 و160
من الأبناء والبنات هم الآن منخرطين تماما في العملية التعليمية. وأنا فخور جدا وسعيد جدا جدا رغما عن الظروف عدم الحركة وكده والقدرة على الحركة، لكن المسألة دي أسعدت الأسر كثير جدا. المسألة دي انعكاساتها كانت علينا طيبة جدا هنا في داخل الإيواء، قدرنا نسيطر على الفوضى اللي كانت حاصلة بالنسبة للأولاد، جبناهم في الفصول وقعدناهم، حمينا الأطفال ديل من الخروج إلى خارج الإيواء والاتجاه للشارع، والشارع معروف، فدي كانت محمدة. أولياء الأمور ساعدونا كثير، من الأخوان هنا قدموا لنا المساعدات، وحتى بالنسبة لتعليم الكبار ده يعني أخواتنا من حر مالهم وبجهد شخصي جابوا السبورة وجابوا البوهية، وكانت لحظة بتاعت فرحة يعني الواحد لحد ما عيونه دمعت وهو بشوف في أخواتنا ديل هم واقفين جنب السبورة، وكانت فرحة عظيمة يعني حقيقة إنه نحن عملنا سبورة وعندنا أستاذة يعني حتدرسنا. ربنا يجعل الأمان، وربنا يا الله يا رب العالمين يستودعت المستنفرين والجيش للذي لا تدع وضعه في الأرض لا في السماء والسميع العليم، يحفظهم من الدعامة ومن غدر الدعامة ومن خيانة الدعامة ومن أسلحة ومن سيرات ومن كل ما يغدر عليه. ربنا يحفظهم ويغتهم إن شاء الله، يسدد رميتهم وإن شاء الله يخاوين في بعض. الدعامة مننا بعيد يا ولدي، إلا جابوا مرتزقة، نحن ما أهل في أهل، نحن ما أخوان في أخوان، إلا الله ينعل الشيطان، الله ينعل الشيطان. إن شاء الله الناس يرجع لي بعض ويرجع يفضوا بيوت المواطنين ونكون طيبين. الدعامة يا أولادي، الدعامة يا بناتي، إن شاء الله نرجع كلنا تتخاوى ونرجع كلمة بس كده رسالة ليكم تسمعوها، أمرقوا من البيوت، حاجة ما حقتك ما بتبقى حقتك. أي والله بالسلام 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 والسلام من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى. إحنا ما دارين أكثر من كده، دايرين ربنا يدينا الميت الهين والشهادة البين، ربنا يديني في الدنيا يا الله رب العالمين حسن الخاتمة. تاني ما عندي شيء يا ولدي أقول لك إلا ربنا يخليكم. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك الغنى، أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا. بلدي وبحبك شديد، بلدي وبحبك أنا.